حياة مهددة. إن لم نكن شركاء في هذا الفراغ فمن نكون؟ ومن سيحمل عشب إن جاء الصقيع مبكرا وتآكلت شطآن هذا الروح، ثم تسلق الهالوك ساق الوردة الحمراء؟ أعرف أنني أتحين الفرص القليلة كي أمر من الجدار إلى الفضاء اللازواردي الأخير. فقط فراغ، لا هواء ولا ضباب، فقط سكون جارف، لا صوت بحر في المساء ولا صياح الديك في البيت المجاور لي، فقط وعد صريح بالتوحد مع جهات لا ترى أو يستطاع هناك فهم حدودها، فقط التجرد والتلاشي المستميت بدون أدنى فكرة عما نصاب به هنا، فقط التجلي بين نفسي والتحرر من قيود بداية ونهاية منذ البداية، والحياة تشير لي نحو البعيد بدون تفويض، يقوض حلم هذه النفس في أن تبلغ الفرح المشع وتستريح.